الرئيس رشاد العليمي يزور مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل عاجلة فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أقام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس القيادة الرئاسي اليوم بزيارة إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث كان في استقباله قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع. واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة إلى إيجاز عن العمليات المشتركة وآليات التنسيق مع الداخل اليمني ودول تحالف دعم الشرعية، كما تبادل مع قيادة القوات المشتركة الأفكار المتعلقة بتعزيز التعاون والدعم للقوات المسلحة الأمنية. وتطرقت الزيارة أيضا إلى تقييم موجز حول مسار الهدنة القائمة والتزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصا على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.